الجمهوريه اليمنيه المتواجدين في هذه المحافظه. فزيارتهم زياره عزيزه وكريمه في هذه المرحله. واكرر الشكر لابناء القوات المسلحه والامن والمقاومه الشعبيه كما تفضلوا الاخوان الذين قاموا بدورهم في هذه المحافظه وفي كل مناطق الجمهوريه. والشكر موصول للتحالف العربي الذي جاء ليساندنا وليقف معنا في مشروع عربي ايضا، ليس موقف يمني، وانما موقف عربي ومشروع عربي امام مشروع فارسي يستهدف الوطن العربي باكمله. ولعلنا جميعا نشاهد ما حصل في وطننا العربي في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي كل البلدان العربيه، وهذا يستدعي منا الوقوف كثيرا منا ومن اخواننا في التحالف ان هناك مشروع يستهدف الامه العربيه وما عليها الا ان تقف مع بعضها البعض باخوه وبكرامه ودون من من الجميع، لا منا ولا منهم، بل نقف صفا واحدا للمشروع العربي ولبقاء امتنا عزيزه مكرمه في مستوياتها التي تستحقها. انا اضيف كلمتين، مطلب على الحكومه ان تحمل هذا المطلب للقياده السياسيه والاخوان بالتحالف ان يتم الوفاء بالالتزامات للقوات المسلحه والامن والمقاومه الشعبيه حتى تظل رافعه الراس، والا نتركها تستجدي، وان توضع الموازنه الكافيه واللازمه والمعدات اللازمه. نحن نعلم جميعا ما تعرضت هذه المؤسسه من انهيار على ايدي المتمردين والانقلابيين من الميليشيات التي تخدم بالوكاله فارس والمجوس، هدمت هذه المؤسسه الهامه التي هي مؤسسه الوطن، والتي لا يمكن ان يقوم وطن ولا ان تبقى حريته ولا ان تستدين تنميته ولا ان يبقى شعبه في حريه وكرامه الا بالقوات المسلحه والامن في اي بلد من بلدان العالم. وعليه لابد من نقف وقفة جادة وفي هذا الاتجاه، وأن نحمل الرسالة للأخ رئيس الجمهورية والنائبة ورئيس مجلس الوزراء ومن خلالهم للتحالف العربي الذي نأمل فيه كثيرا بقيادة المملكة العربية السعودية أن يقفوا إلى جانبنا كما وقفوا في الحرب، أن يقفوا في البناء والإعمار، وأهم البناء بناء المؤسسات الدولة. أهم البناء الأخ رئيس الأركان، أهم البناء بناء مؤسسات الدولة وعلى رأس القوات المسلحة. أنا أؤكد لكم إذا لم تبنى القوات المسلحة والأمن على أسس كما تفضل الأستاذ عبد العزيز وطنية وثابتة، أننا سنعود لانتكاسة أعظم وأشد وأخطر وتشظي للوطن ما لم تقف هذه المؤسسة. يستحق منا أن نقف. أما مطلبي على أبناء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية تساندهم والشرفاء من أبناء الوطن جميعا أن يقفوا على مسؤوليتهم، فلكل عمل ثمرة. لهذه الانتصارات المباركة التي تتحقق في أرجاء الجمهورية لها ثمرة، وثمرة الاستقرار وتثبيت الاستقرار دون محاباة، دون مواربة، دون مؤاخذة الطرف على حساب طرف آخر، وإنما نحمي وطن وشعب ونقف بمسؤولية ونعاهد الله ألا ننظر لا إلى فلان ولا علان، لا بقرابته القبلية ولا الحزبية ولا السياسية ولا المناطقية، بقدر ما ننظر إلى وطن وشعب وأمة نحميها ونحمي كرامتها. هذه المسؤولية. هذان المطلبان أطرحهما اليوم في هذه المناسبة الكريمة والعزيزة على النفوس جميعا. أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وفق الله الجميع، واعذروني وأشكركم.